بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر يا غلبان، شعب مصر يا مظلوم، شعب مصر يا مطحون. انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك رواتب ثابتة من الدخل العام بتاع الدولة؟ ربنا سبحانه وتعالى خصص لك الخمس من الدخل العام بتاع الدولة، تاخد منه راتب ثابت. الراتب ده يكفيك طول الشهر، وممكن تاخد راتب سنوي يكفيك طول السنة، انت وظروفك وانت واحوالك. الراتب ده ربنا سبحانه وتعالى كفله لك منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى المدينة واصبح هو رئيس الدولة عليه الصلاة والسلام، لما كان بتجيله اموال كان النبي عليه الصلاة والسلام بيوزعها على الرعية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلح في بلده ويصلح في مدينته عليه الصلاة والسلام، وكان بيحفز الصناعة وكان بيدعم الصناع وكان بيدعم التجار عليه الصلاة والسلام. ثم من بعده أبو بكر، ثم من بعده عمر الفاروق، كان عامل رواتب رضي الله عنه. وأبو بكر كان عامل رواتب، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل رواتب للمسلمين. سيدنا عمر كان عامل رواتب للمسلمين على حسب أقدمهم هجرة للإسلام، وأقدمهم إسلام، وأقدمهم دخول في الإسلام، وأصحاب البيعة وأصحاب بدر وأصحاب أحد، وبقية الرعاية وأمهات المؤمنين كان لهم حصة رضي الله عنهم جميعا. فالدخل العام للدولة، أنت يا مسلم يا موحد يا فقير يا مسكين يا مطلقة يا أرملة، أنت ليك نصيب فيه، والمفروض تاخدي راتب فيه، اللي هم دلوقتي بيقولوا عليه الدعم من الدولة. لا، ده دعم من ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، الدعم الحقيقي من الله تبارك وتعالى. يبقى لك راتب من الدخل العام للدولة. هل في دول في الوقت اللي احنا فيه ده في سنة 2022 في دول بتدي رواتب للرعاية بتاعتها؟ فعلا في دول زي الدولة اللي بيحطوا فيها الفلوس دي، اسمها ايه؟ انا نسيت اسمها، ما علينا. سويسرا. سويسرا فيها دخل عام، او في لرواتب من الدخل العام للدولة بيروح للرعاية، بيسموهم اللي هم اصحاب الدول او الرعاية، الدول السعداء او الرعاية السعداء في الدول، بياخدوا ليهم رواتب عامة او رواتب ثابتة من الدخل العام. واحد هيقول لي الدول دي غنية يا عم الشيخ واحنا دول فقيرة، مين اللي قالك ان احنا فقيرة يا كذاب؟ اللي هيقول ان احنا دولة فقيرة كذاب. إيه، فين الفقر بتاعنا؟ احنا عندنا موارد بفضل الله علينا تدخل لنا تريليونات، عندنا بفضل الله عز وجل ثروات تدخل لنا تريليونات. فين بقى دولتنا الفقيرة يا كذاب؟ يا كذابين اللي هيقول لي ان دولتنا دي فقيرة وبتشحت، واحنا مش زي سويسرا ولا احنا زي امريكا. لا، احنا عندنا دخل بفضل الله، واحنا كان اصلا معروف عننا ان ارضنا بفضل الله سبحانه وتعالى ارض الغلال للعالم. كان اوروبا عاملها ارض غلال، لما كانت مستعمراها كانت بتاخد منها الغلة وكان عاملها ارض غلال ليها، كانت بتاخد منها الزرع وبتاخد منها الخير. الوقت احنا عندنا زرع بفضل الله وعندنا خير. ناس هتقول لك يا عم ما انت عندك النيل جاف والكلام ده كله، يا عم استعين بالله سبحانه وتعالى، ولو انت عاوز تصلح في البلد هتصلح، لو انت عاوز تنمي الزراعة هتنميها، لو انت عاوز تنمي الصناعة هتنميها. انت عارف احنا ليه موكوسين في الـ في الـ في 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 ما عندناش حاجة اصلا تدخل لنا دخل من الاستيراد، او موكوسين في قصدي في التصدير؟ لان التصدير اصلا انت بتصدر مواد خام، انت بتصدر مواد خام، انت ما بتصنعش. انت عارف انت لو بتصنع، اتفرج على الجمال والحلاوة والطعامة والرغد اللي البلد كلها هتبقى فيه. تمام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لك دعم او دعمك من الدخل العام بتاع الدولة، دعم ثابت يزيد ولا ينقص، ثابت لا ينقطع ابدا بتداول الايام وبمرور الايام، بل بالعكس يزيد. نمرة اتنين، عندك دخل من الزكوات. ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل جعل لك الزكوات دي، جعل لك فيها سبع مصادر الزكوات: زكاة المال، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الابل، زكاة الغنم، زكاة الابل، زكاة البقر، زكاة الزروع والثمار. دي سبع موارد من موارد الدخل اللي يخش ليك يا فقير يا محتاج يا مطلقة يا مسكين، يا اللي بتشحت، يا اللي تعبان، يا اللي مريض وما معكش تتعالج. ربنا سبحانه وتعالى جعل لك من ده مخارج، وانك انت تاكل وتشرب وتعيش وتتجوز وتشيل فلوس في بيتك، وتبقى تلاجتك مليانة وعيشتك مظبوطة.
تمام 24 قيراط، ما فيش اي مشاكل. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش الفقير والفقير وتركه الدنيا تقطع فيه وتبهدل فيه هو وعياله زي ما احنا عايشين دلوقتي، ابدا ربنا ما رضاش بكده. ولكن ربك سبحانه وتعالى اداك، قدر عليك الفقر واداك الحلول للفقر، غير اموال الزكوات، اموال الاوقاف. شوف اموال الاوقاف ازاي تدخل دخل للمسلمين، ازاي تدخل دخل للفقراء، ازاي تدخل دخل للمساكين، ازاي تدخل دخل لليتامى، ازاي تدخل دخل للناس اللي عليهم ديون مش عارفين يسدوها. كل ده في الاوقاف، اوقاف هي طالعه لله سبحانه وتعالى وعز وجل. فبالتالي الدوله ما تاخدش منهم جزء، الدوله ما تاخدش منهم مليم، الدوله ما تاخدش منهم تعريفه، انما كل الاموال دي المفروض تروح لمين؟ للشعب الغلبان المسكين. يبقى انا عندي الخمس بيخرج من المال العام للفقراء والمساكين، عندي اموال الزكوات بتروح للفقراء والمساكين، عندي اموال الاوقاف بتروح للفقراء والمساكين، عندي نعم ربنا وخيرات ربنا علينا ومتتاليه. ها لو ربنا سبحانه وتعالى رزق الناس اللي ماسكين الصدق، اتفرج على البلد دي هتبقى عامله ازاي، ولا هنتاثر بحروب ولا نتاثر باي شيء. فدي رسالتي لشعب مصر المسكين في شهر رمضان، اللي ربنا سبحانه وتعالى يتقبله منا ويعنا على صيامه وقيامه. اردت بس ان انا اوصل رساله ان انت يا فقير ربك سبحانه وتعالى مش هيسيبك. انا فقير يا عم، انا مسكين، انا غلبان، وربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبني، بل بالعكس ربنا شرع لي تشريع وجعل لي مخارج علشان اخرج بها من الفقر، وعشان ما يكونش الفقر فتنه ليا، وعلشان ابص حواليا كده الاقي عن يميني فقر وعن يساري فقر ومن امامي فقر ومن ورائي فقر، يبقى ما قداميش الا الكفر بقى بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. صح كده؟ انما لو ربنا سبحانه وتعالى جعل لي مخارج، يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ان جعل لي مخارج. طب ليه ما بتوصلناش المخارج، المداخل دي، الفلوس دي ليه ما بتوصلناش يا عم الشيخ؟ اسأل نفسك. سلام عليكم.